أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامجنا السوشيال جية. طبعا برنامجنا بيتكلم عن السوشيال ميديا. طبعا معايا زميلتي الإعلامية الجميلة إيمان الشربيني، أهلا بيكي. وأنا الإعلامي أشرف محمد. طبعا برنامجنا إن شاء الله هيتكلم عن السوشيال ميديا بجميع منصاتها. هنتكلم عن كل أخبار الميديا عامة، الإيجابيات وإيه السلبيات، والميديا واخدانا لفين وهتودينا لفين وهنروح بيها لفين وهنوصل لفين. تمام كده. ومعايا ضيوف النهارده، المهندس احمد فؤاد، اهلا بيك. خبير التكنولوجيا، خبير المعلومات والهندسه العكسيه، والاستاذه شيماء اسماعيل، خبيره التسويق الرقمي، اهلا وسهلا بيكم. سؤالنا الاول للمهندس احمد، ما هو الترند وما هو مكاسب الترند وخساره الترند؟ هو حضرتك الأول نبدأ بمفهوم كلمة ترند. هو كلمة ترند هي الاهتمام بأي خبر، إن كان فيديو أو صورة أو حدث، بصورة أكبر من اللازم، الاهتمام الزائد بيه وانتشاره في فترة زمنية قليلة بصورة كبيرة. يعني قصدي حضرتك إن إحنا مثلا إيه، بنشوف مثلا سي فنان معين أو حد معين أو شخص عادي بيحاول إن هو يبقى ترند عن طريق بقى أي حاجة بيعملها، ينزل أي خبر خاص بيه بينتشر بصورة كبيرة جدا في فترة زمنية. حتى لو كذب. خبر وفات مثلا فنان فلاني، فلان فلاني عمل حادثة، حصل كذا. تمام. الناس دلوقتي بتخترع حاجات عشان تبقى ترند، أيا كانت اللي بيعرضوه إيه، وبينتشر بصوره كبيره جدا في فتره زمنيه قليله جدا. ما احنا بنشوف هو ده اللي بيتسمى الترند. ما احنا بنشوف الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا. طبعا حصل حاجات من كام يوم فاهمني، فطبعا مش هينفع نتكلم. فالموضوع طبعا زاد عن حده، ان مثلا انا عايز ابقى ترند يبقى اعمل مصيبه، الفت نظر باي حاجه اعملها او شكل اعمله. بالظبط. الكلام ده كله هو من اكتر مساوئه، ان احنا بندي قيمه للي ملوش قيمه، لمن غير ذو قيمه بتدي له قيمه وتخليه ترند. تمام. أستاذ أحمد، بنرحب بيك في برنامجنا. عايزة حضرتك توضح للناس أهمية الفيسبوك والواتساب، وتقول لهم هو ببلاش ولا تقول إيه النظام فيه بالظبط، عشان في ناس كتير مش فاهمة المعلومة دي. هو حضرتك بصي، في مقولة بتتقال في المجال بتاعنا، إن أي تطبيق أو منصة ببلاش طالما إحنا السلعة يبقى مش ببلاش، هو إحنا السلعة. السلعة بقى حضرتك احنا بندفع ايه؟ احنا بندفع خصوصيتنا، بندفع وقتنا اللي بيروح. المنصات دي كلها بتستخدمنا احنا السلعة، احنا ما بندفعش فلوس فعلا. تمام. بس حضرتك احنا وقتنا بيروح عليها، خصوصياتنا، بياناتنا اللي بندخلها. يعني مثلا اي منصة دلوقتي بقى في شرط رئيسي انك لازم تكملي، يقول لك اكملي الحساب، اكملي الحساب، انت بتدخلي بياناتك كلها. تمام. في فيديو اتعرض على شركة امريكية كان بيتكلم عن الموضوع، اتعرض بطريقة كوميدية شوية، ان موقع كان بيسجل عليه شخص بياناته، كل ما بيسجل حاجه من الملابس بتاعته بتختفي. فانت فعلا انت كل ما بتديهم من بياناتك اكتر انت بتبقى عريان قدامهم، فانت صح. السلعه فعلا، انت السلعه بتاعتهم، خلاص خدوا السلعه. فمفيش حاجه ببلاش. تمام. طيب ما هو تاثير السوشيال ميديا على الانسان؟ يعني احنا بنشوف طبعا، احنا بنمسك الموبايلات كلنا، طبعا بنمسك الموبايل ممكن اقعد عليه 5-6 ساعات، 10 ساعات، 20 ساعه، ما بيحصلش فاهمني. يعني هو بيضرني طبعا، بس انا مندمج معاه في كل حاجه، خش على اليوتيوب، خش على الفيس، خش على الانستا، خش على التليجرام، خش على ندخل على التويتر، على اي منصه من المنصات. فهو ايه هو تاثير السوشيال ميديا على الانسان؟ لو هنتكلم الاول على التأثير السلبي، فهو انا شايفه انه بقى اكتر حاليا في وقتنا ده من التأثير الايجابي. التأثير السلبي اولا تأثير نفسي، يعني نقدر نقول انه مبدئيا هو فكك الاسرة، مبقاش في اب يقعد مع ابنه، اتنين يقعدوا مع بعض، لا، كل واحد ماسك تليفونه عمل العالم الخاص بتاعه. تمام. فككنا. تاني حاجة مبقاش في خصوصية نهائي، كل حياتك كلها بقت موجودة. احنا دلوقتي بنعرف عن بعض من السوشيال ميديا اكتر من اللي بنعرفه من الحديث مع بعض. يعني ما انا عارف ان مثلا ايه عنده عالة وفاة يروح نصرر على الفيس مثلا، مصر كلها تعرف حاجة زي كده. هي دي تعتبر فايدة، دي مش ضرر. عنده فرح يعني الدنيا مش عارف عمل ايه، مصر كلها او الدنيا كلها تبقى عارفة ان هو عمل ايه. هو دلوقتي كمان بيسبب اضرار نفسية. يعني ظهر بسببه التوحد عند بعض الاطفال. بسبب انهم بنوا العالم الخاص بتاعهم.
اي حاجه دلوقتي ما بقاش في حد بيسال بابا وماما والكلام ده ما بقاش فيه، بقى كله بيتم من خلال التليفون. واعتقد ان احنا برضك في حرب اللي هي الجيل الرابع والخامس، وازاي بقى ان احنا ندمر الناس بطريقه سهله قوي قوي، ما نروحش ندمرهم عن طريق اسلحه كمان. او الكلام ده كله تمام. احنا ندمرهم بالسوشيال ميديا او بالميديا عامه، تتحكم في كل حاجه. وعامه برضك انا ممكن اعمل حاجه حلوه جميله جدا، انا مثلا ممكن انزل خبر كاذب او مثلا الحق ده حصل كذا وكذا تمام. بس طبعا حضرتك بتاخد الخبر وانا باخد الخبر وده بياخد الخبر، بيتنقل الملايين مليارات في ثواني حتى لو مش حقيقي. هو مش حقيقي، ما انا بقول لك يعني قصه الفن دي مثلا فلان 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 اتوفى تمام، بتبص تلاقي البقاء لله والدنيا كلها كتبت ان الفنان ده الراجل حي يرزق ما ماتش، زي الاشاعات اللي بتظهر فعلا فاهمني، الفنان الفلاني عمل كذا فصور كذا او طلع كذا، بتبص تلاقي الدنيا راحت مش عارف فين، واحد عايز يبقى ترند او الكلام ده كله بيصور نفسه بطريقه معينه او بحاجه معينه عشان يلفت نظر العالم كله ليه او الناس كلها ليه عشان يبقى هو الترند. فعلا دي حقيقه. استاذ احمد انت ذكرت في الكلام اللي فات ان في مخاطر اللي هي الذكاء الصناعي تمام، ممكن توضحها لنا عشان ناس كتير مش عارفاها؟ هو حضرتك دلوقتي من ضمن الانظمه اللي ظاهره نظام جديد اسمه الديب فيك، الناس ابتدت يعني زمان كنا بنسمع مقوله ان العايش بيغني للميت، دلوقتي الذكاء الصناعي عكسها، بقى الميت بيغني الميت بيغني للعايش. في دلوقتي فيديوهات نازله مثلا متداوله لام كلثوم، عبد الحليم، بيغنوا اغاني بصوت عمرو دياب، بصوت مصطفى كامل، مصطفى قمر، ده كله بالذكاء الصناعي، وده كله بيتعمل بسيستم بيجمع صور بسيطه لحضرتك مع مقطع صوتي بسيط. دلوقتي من ضمن مخاطر الذكاء الصناعي الحاجات برضو اللي بيعملها ان احنا ممكن نحول صوره لمجسم، صورة بنتصورها عادي بتبان كأنها فيديو. في بعض البلدان ابتدى يظهر فيها الابتزاز الجنسي بالصور، بياخدوا الصور بيحولوها لفيديوهات. ما دي أضرار حضرتك، دي أضرار. دي من الأضرار. دي من الأضرار اللي تمام. ظهرت في بلدان بره. تمام. فدي كلها حاجات ابتدت تظهر، الذكاء الصناعي ابتدى يظهرها، احنا ابتدينا نستخدمه، يعني بداية ظهوره الناس ابتدت تستخدمه في حاجات غلط كتير. دي من ضمن الأضرار. ففعلا الذكاء الصناعي الناس بتستخدمه دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه بطريقة مش يعني زي ما نقدر نقول كده ما تعملش ليها، ما تعملش ليها تمام. هل تطبيقات السوشيال ميديا امن على بيانات الشخصيه؟ يعني مثلا في ناس ممكن طبعا احنا سامعين او بنسمع او بنعرف ان الهاكرز بيخشوا بيخترقوا الحسابات، بياخدوا حسابات مثلا ماليه او فيز او او معلومات عني او عن اسرتي او دنيتي او الصور بتاعتي والكلام ده كله. هل التطبيقات دي امنه؟ اكيد لا، مفيش تطبيق امن، وخصوصا لما يكون مجاني، لان زي ما ذكرت لحضراتكم ان احنا السلعه تمام. فالتطبيقات مفيش تطبيق امن بنسبه 100%. يعني حتى دلوقتي الواتساب من فتره كان دلوقتي عشان تخش على الحساب بتاعك لازم ان بتوافق يعني بمثابه امضاء للواتساب انهم يطلعوا على خصوصياتك اللي من ضمنها الرسائل. طبعا التطبيق بيتقال انه مشفر، بس دي حاجه طبعا احنا ما نعرفهاش، فدي حاجه مش اكيده، فما فيش تطبيق امن، وخصوصا ان كل حاجه دلوقتي شخصيه، اي حاجه خاصه عامه موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا تمام، يعني احنا بنبيع لهم نفسنا تمام. يعني طب انا مثلا جيت نزلت حملت تطبيق جديد تمام او ابلكيشن جديد بيقول لي ايه اديله اذن جميع التطبيقات او نقول اغلبها الاذونات مش عارف باذن بايه 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 المايك الكاميرا التلفزيون الكاميرا. وبعدين يعني بلاحظ ان طبعا بيقول لك ايه خلي بالك الكاميرا، انت فاتح التطبيق كاميرا بتصورك صلاحيه وصول لو انت حتى في اوضه النوم بتصورك، هو واخد صلاحيه بتصورك في اي حته بتصورك، عندك ابلكيشن واخد صلاحيه للميكروفون ايش عرفك انه ما بيسجلش؟ يعني بيسجله طبعا كل حاجه ما نعرفش، بس لو واخد الصلاحيه دي انا اديته دلوقتي تاكيد انه سجل فانا ايش عرفني ممكن يكون بيسجل. ما هو المشكله ان بقول لك ان كل يوم بنسمع كلام كتير والهاكرز وده سرق حسابه اتسرق وده فلوسه اتسرقت وده بياناته اتسرقت وده فيعني ايه الحل؟ الحل في برامج دلوقتي هنقول ان احنا بنستخدمها للحمايه تمام، بس عمرها ما هتكون امنه 100%، لان الوقت اللي بيتعمل فيه برنامج حمايه بيكون قدامه في شركات بتصمم طيب. ثغرات او بتبحث عن ثغرات عشان تخترق البرامج دي تمام. زائد ان اغلبيه التطبيقات دلوقتي مش هتدي لليوزر بتاعها صلاحيه استخدام غير ما يوافق على انها تاخد صلاحيه دخول للكاميرا للميكروفون للذاكره، فانا لازم عشان استخدم التطبيق هدي له الصلاحيات دي كلها تمام. ايه مدام شيماء انت منورانا النهارده في اول حلقه لينا، ربنا يخليك. ربنا يخليك. عايزه اعرف ايه رايك في هاوس ترند؟
والله انا بشوف ان السوشيال ميديا دلوقتي عامه داخله، يعني بشوفها بيوت ببنها مفتوحه لاي حد. صحيح. يعني شايفه ان اي حد يقدر يشوف بيتك جوه ايه، نشوف هو خصوصياتنا عامه، الخصوصيه عامه. يعني انا اي حد يقدر يوصل للترند دلوقتي، اي حد يقدر يبقى مشهور والناس كلها تبقى عارفاه، وبتوصل الناس بتعمل جرايم عشان توصل لده، توصل ان بلوجر كتير يطلعوا عشان يبقوا ترند، يمثلوا ان هم بيضربوا امهم او ابوهم عشان بس يوصلوا للترند او ان هم يبقوا مشهورين. فشايفه ان الموضوع وسع قوي في السوشيال ميديا والترند. طب ايه رايك، ايه الحل عشان نحافظ على الجيل بتاعنا اللي هم مثلا يبقى عندهم وعي وادراك ازاي؟ هو احنا في ايدينا ان احنا نبعد عن الهوس الترند، وفي ايدينا ان احنا نبقى ايجابيين اكتر. استاذ احمد، في ناس كتير جدا بتضيع منها الموبايلات بتاعتها، تمام، ازاي يقدروا يرجعهم تاني؟ هنقول الطرق اللي نقدر نقول عليها سهله لليوزر العادي. حضرتك في دلوقتي ابلكيشن منتشر دلوقتي، احنا مبدئيا الاول لازم، في ناس كتير انا بسمع انا حاطط جيميل، ايه الباسورد بتاع الجيميل مش فاكر. يعني مبدئيا دلوقتي كل واحد معاه تليفون لازم اقلها يعرف الجيميل والباسورد بتاعه. في ابلكيشن ده تابع لشركه جوجل اسمه فايند ماي فون، هيحملوه في حاله ان التليفون ضاع منه، هيحط عليه الجيميل بتاعه وهيحط عليه الباسورد، بيديله ثلاث خيارات يختار منهم. الاختيار الاولاني انه يحول التليفون لوك، او الاختيار الثاني انه يفرمت الداتا اللي موجوده على التليفون، او الاختيار الثالث اللي يعني هو ضعيف نسبيا بس انه يحدد مكان التليفون فين. تمام. فدي اقرب الطرق اللي يقدر منها يحاول يعوض انه كان هيرجع التليفون او هيحذف اللي عليه، هي دي افضل الطرق اللي موجوده حاليا دلوقتي. تمام. انا بشوف، او انا مثلا مسكت التليفون بتاعي نوع ما يعني، فلقيت كاتب لي او هو بيطلب مني ان انا مثلا في حاله ان انا عايز اعمل طبعا قصه الجيميل دي، ان هو لو التليفون اتسرق فالجيميل هيتحول، ان انا اصلا التليفون زي ما انت قلت اللوك على كل حاجه، وان التليفون هيتحول مثلا على مثلا في اكتب لي جيميل تاني او تليفون تاني او رقم موبايل تاني، على ان انت لو التليفون اتسرق تتحول على فين؟ على التليفون التاني، على البيانات بتاعتك، او تعرف من اللي سرق التليفون عن طريق مين؟ الجيميل بتاع التليفون التاني. لا، هو تحدد مكانه، او تحدد مكانه، تحدد مكانه. بالنسبه للداتا اللي على التليفون انت كنت بتكون مدي اصلا للجيميل اللي كان موجود صلاحيه ان هو ياخد نسخه. تمام. من الداتا بتاعتك طبعا بتكون بقى مؤقته على حسب المده اللي انت بتختارها. تمام. وبيسحب الداتا دي عليه، بعد كده انا بفتحه على تليفون تاني وبعمل استرداد للداتا دي مره تانية. طيب احنا ان شاء الله الحلقات اللي جايه هنتكلم عن كل حاجه، على الفيسبوك بقى، على اليوتيوب، انستا، الكلام ده كله. تمام. فطبعا في يعني سؤال كده، الناس كلها شغل، الناس كلها، الفيسبوك اتسرق، الفيسبوك اتهكر، تمام، ايه الحل؟ والله الحل، هو الحل دلوقتي في الفيسبوك نفسه. الفيسبوك عامل خيارات كتير جدا عشان اقدر احمي بيها الحساب بتاعي. تمام. بس هي قله درايه عند الناس شويه بعالم التقنيه، يعني الناس كلها بتعمل ايميل، انا خلاص غيرت الباسورد وحطيت له جيميل خلاص. لا، في خطوات تانية ممكن، في حاجه اسمها المصادقه الثنائيه، دي ممكن اعملها، ااكد برقم تليفون، ااكد بجيميل، رقم الباسورد بتاعي. انا بشوف باسوردات غريبه، خمس ست ارقام بس. انا بلاحظ كده ان ايه، بيقول لك لا ده كبر الباسورد على قد ما تقدر، واكتب مليون حرف و200 مش عارف ايه، هتكتب رموز وحروف كبيره وصغيره وارقام. ده بيبقى باسورد صعب تشفيره. تمام. ان برامج التشفير ما بتعرفش تكشفه. تمام. انما في ناس بتحط ارقامه خلاص. ما احنا بنلاحظ مهما كان الرقم كبير هيتفتح، بيحط مثلا رقم الموبايل بتاعه وبينسى ان هو مسجل رقم الموبايل بتاعه اصلا في الابلكيشن جوه، ان تاني عشان مثلا انا ايه، لو حد عايز يدور على الفيس بتاعي يبعث على الفيس بتاعي يلاقيه عن طريق الرقم بتاعي. فانا حاطط الرقم بتاعي مرئي للناس كلها. تمام. فسهل قوي فاهمني، ان انا مثلا اقول ايه كذا، بكتب الرقم فوق واخش مثلا واخترق الصفحه، ان حد بيسيب البراوزر يعمل سيف للباسورد. تمام. طبعا. تمام. يكون فاتح من مكتب او يكون فاتح من اي مثلا مكان الجهاز بتاعه مش شخصي، فالبراوزر بيعمل حفظ الباسورد، يجي حد يقعد مكانه بيقدر يسحب الباسورد بكل سهوله. لو عامل خطوات المصادقه الثنائيه مش هيقدر، لان لازم يجي لصاحب الحساب مصادقه، طبعا بيجي له رساله او بيطلب منه رمز، ده طبعا حمايه تانية، ودي حمايه موفرها المنصه نفسها. طبعا. هو شركه ميتا. انا لاحظت ان انا برضك اقول لك على حاجه، ان انا خرجت مره او مرتين من الفيس
وجيت دخلت تاني فلقيت الجيميل بعت لي بيقول لي هل انت اللي دخلت على الاكونت دلوقتي او شخص غريب، لو انت دوس نعم، لو مش انت دوس لا. دي اشعارات اولويه الاستخدام. اه دي حاجه تانية، هي دي بتتبعت عموما، انما لازم اعمل مصادقه ثنائيه عشان احمل الحساب بتاعي. ممكن طيب. توضح حضرتك للناس يعني ايه مصادقه ثنائيه؟ المصادقه الثنائيه هو في برامج كتير موجوده، واهمها طبعا برنامج التابع لشركه جوجل. ده برنامج بيولد ارقام عشوائيه كل 30 ثانيه. تمام. حضرتك دلوقتي عايزه تفتح الحساب بتاعك، كان مقفول، عايزه تفتحه على جهاز جديد، هتدخلي الاكونت والباسورد. بعد ما بتدخليهم الحساب وهو بيفتح بيطلب منك رقم تاني. تمام. الرقم ده بيتغير كل 30 ثانيه، بيبقى على الاب نفسه اللي حضرتك منزلاه المصادقه الثنائيه، بيتغير كل 30 ثانيه. الرقم بتاخديه تحطيه في الحساب كرقم يعني زي باسورد تاني، بيفتح الحساب، لو استنيت 30 ثانيه واتغير محتاج الرقم اللي بعده. فده ما حدش ينفع يسرقهم. انا حد فتح تليفوني دلوقتي وسرقه بعد 30 ثانيه ما بقاش ليه لازمه، فده رقم متغير. تمام. ودي الحمايه اللي موفرها المنصه. تمام. طيب يعني برضك نرجع تاني لقصه الفيسبوك. في ساعات الصفحات فاهمني زي ما قلت لك كده، بتيجي تدخل على الصفحه بتلاقي التليفون عمال يطلع وينزل وحاجات كده عماله تروح وتيجي، الدنيا دي لا بقى. دي ما بتبقاش من الصفحه نفسها. اه هو في دلوقتي بعض الهاكرز بيستخدموا صفحات. انا اسف بس هو هاكرز ولا التليفون بيهنك زي ما هم بيقولوا؟ ممكن يبقى التليفون بيهنك. تمام. ممكن بس من المنصه نفسها لا، الموضوع ملوش اي اضرار. انما في هاكرز دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها صفحات هبوط، دي بتبقى صفحات شبيهه لصفحه الفيسبوك. انا دخلت مثلا على قناه يوتيوب على لينك مثلا موجود على جوجل، ولقيت حد منزل لينك للفيسبوك لتطبيق او حاجه، بخش بيفتح لي صفحه فيسبوك فعلا وبيطلب مني الايميل والباسورد، بس هي ما تبقاش صفحه فيسبوك، دي بتبقى صفحه شبيهه ليها، بدخل البيانات بتاعتي وبعد كده بيحولني على الفيسبوك، بس في اللحظه دي هو بعت للهاكرز الباسورد والاكونت. طيب بنلاحظ كده في ناس كتير قوي وللاسف دي موجوده عندنا في مصر زي الفل، يعني حاجه جامده قوي يعني صراحه. بياخد كل واحد بيروح واخد لينك الشركه الفلانيه منزله تهنئه ومنزله مكسب مش عارف مليون جنيه، فاخد خد اللينك كوبي ل 50 واحد او 10 او 10 وبعت لهم. طبعا ده اكيد هاكرز او اكيد كده. مش اكيد مش اكيد، بس الهاكر بيستخدمه كده. الهاكر بيستخدمه كده. هي الشركات بتعلن بتقول لك انا ما بتكذب، بتقول بترجع تكذب تقول يا جماعه انا ما عملتش كذا، ما فيش مسابقه الفلانيه باسمي، انا ما نزلتش. هو الهاكرز بيستخدم برضو، في شركات دلوقتي بتستخدمها عشان تعمل خدمات على التليفون، يعني من اغلبيه الخدمات دي ما حضرتك بتيجي تدخل بيطلب منك انك تدخل رقم تليفونك، بتلاقي نفسك اشتركت في خدمات ما تعرفش دي خدمات ايه. اه بس يعني احنا في العادي المفروض ان احنا ما ناخدش اللينك الكوبي ونبعته. اي لينك غير معروف، في لينكات الناس بتشوفها بتبقى رموز كتير، اللينك بيبقى طويل، اي لينك غير معروف اسم المنصه مش فيه المفروض ما ندخلش عليه، الضغطه بس على الكليك ان انا بعمل كليك على اللينك خلاص بقى جوه تليفوني. تمام. طبعا احنا استفدنا جدا من حضرتك النهارده، بس انا ليا سؤال شخصي. انا دلوقتي عايزه يكون تليفونات وموبايلات بناتي مثلا في امان. ازاي ما حدش يدخل ويسرق زي ما حضرتك ما بتقول وهم سنهم صغير؟ عايز اوجه كلام حضرتك اللي بتقوله بس بطريقه تصل لكل الاعمار، توجه لهم تقول لهم ايه؟ يعني مثلا ممكن لو التليفون يتسرق دلوقتي من غير ما يتسرق، او اتسرق حد دخل عمل لي هاكر خد الصور عمل بيها حاجات طبعا تضر بسمعه الناس كلها، انت فاهم حضرتك الحاجات اللي بتحصل والحوادث، هتقول لهم ايه؟ هو مبدئيا حضرتك ممكن تحمي الاجهزه دي في بعض البرامج موجوده، من ضمنهم برضو برنامج تابع لشركه جوجل. انا بختص بالبرامج اللي بقولها برامج تابع لشركه جوجل لان هي الافضل وحاجات هتبقى مضمونه. تمام. في برنامج اسمه برنامج المراقبه الابويه، حضرتك ممكن تحمليه على مثلا الجهاز بتاع حضرتك وعلى الثلاث اجهزه بتوعهم. كل حاجه بيدخلوا عليها حضرتك بتعرفيها، كل مكالمات بيتكلموها، اقدر احدد لهم الحاجات اللي يدخلوا عليها، اقدر احدد لهم ساعات للابلكيشن. انا مثلا ممكن احدد اليوتيوب يشتغل 5 ساعات بس في اليوم، 3 ساعات في اليوم، بحدد لهم الدنيا دي كلها. بتحكم في التليفون بتاعهم من التليفون عندي، بيجي لهم مكالمه بيجي لي مثلا بيها اشعار، بعرف اللي تم على تليفونهم، لان ايا كان هم صغيرين هنقول يعني مش هيسمعوا الكلام، فحضرتك هتتحكمي فيهم من غير ما تقولي لهم. تمام. ففي الحاله دي هتريحيهم. تمام. فهتبقي بتعملي اللي انت عاوزاه. طيب. تمام. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر المهندس احمد فؤاد والاستاذه شيماء وزميلتي الجميله الاعلاميه ايمان الشربيني، وتزورونا في حلقه جديده ان شاء الله هنتكلم فيها عن كل الميديا وكل اللي يهمكم ان شاء الله، ويا رب البرنامج يعجبكم، وانتظرونا الحلقه الجديده ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.